دادا أغنية جديدة طرحها الفنان فادي اندراوس من فترة بسيطة وعم تشوفوها بشكل دايم عبر أغاني أغاني. واد اللالي عشق قلبي وأنا فلم حاين واش حل قالو اتبعت هوايا تعبك تغير فيك انساين زهر رقد مالو. أغاني أغاني التقت فادي لتبارك له على أغنيته الجديدة واللقاء بينه وبين ألام بلش بعفوية كبيرة. فادي اندراوس جاي من الجبل على بيروت جاي بالجاكات، نحن هون مشوبين وبعدنا مصيفين. صح، هيدا الحلو بمناخ لبنان عن جد، أنه بتكون بمحل كتير كتير الطقس غير عن محل تاني عن الساحل يعني. فإيه نحن عنا بالجبل ولعانة شتا وغيوم وقصص. نزلناك من السقعة والبرود، جبناك على الشوب على الصيفية لنحكي أكثر عن غنيتك الجديدة دادا اللي هي أوريدي صيفية. صح، خبرني شوي عنا وعن الكليب، وين صورته؟ صورناه بالبترون وبكذا محل بالأريا حوالين البترون. كانت اكسبيرينس كتير حلوة، سبيشلي مع مايا صليبة كمان، نحن أصحابنا كتير زمان، وهذا أول ميوزك فيديو بنشتغله سوا. هو كان فرش، الحمد لله الفيدباك عم بيكون جدا حلو عن الميوزك فيديو، عن الاول ان اول الايديا اللوك البرفورمانس اند سو اون. سو مبسوط كثير منها وان شاء الله الناس تضل تحبها وتكمل نجاحها. فادي خبرنا كيف اختار هالاغنيه وكيف تعلم اللهجه المغربيه اللي وصفها بالصعبه. تعرفت على مو بيزي من خلال صديقه مشتركه وسمعني اغاني، ومنهم كانت دادا. كانت كثير بعيده عني دادا، لانه دادا كتير كتير موروكن، يعني مش انه اللغة الايزي العالم تفهمها اذا ما كانت موروكن. بس حبيتها كتير وقررت لانه هالقد حبيتها اني حط افورت، اكيد بمساعدة مو كمان وهز مانجر نواش يلي كتير ساعدوني بال how to pronounce the right بالطريقة المضبوطة والمغنى بالطريقة المضبوطة والاكسنت والى اخره، وطلعت النتيجة الحمد لله راضي عنا جدا. يعني ده عذبتهم لتقنت اللغة المغربية؟ ليك مش هيني at all، يعني طريقة المغنى completely غير طريقة المغنى اللي نحن معودين عليها، إن كان بالعرب ولا إن كان بالإلقاء الأحرف إذا بدك. كانت صعبة وكانت تشالنج لتصيب هال، لأنه you know في kind of groovy، so بدك تكون كتير عم بتصيبها صح وعم بتكون groovy at the same time. So كانت تشالنج حلوة، بس الحمد لله result is very very satisfying. وش داني أنا لعبت في نار كتبة، جبت هالراسي بلي فهمة شوفوا من حالي. وش داني أنا لعبت في نار كتبة، جبت هالراسي بلي فهمة شوفوا من حالي. بالنسبة لفادي، تقديم الأغنية المغربية كان خطوة متجددة بمسيرته الفنية. حبيت تفوت على الجمهور المغربي اليوم وتوسع شوي، إذا فينا نقول البكار تبعك. مش قصة توسع البكار، دفنتلي بحب كل أودينس بمحل أني أتوجه لهم بأغنية تكون بتشبههم وأعملها بطريقة تكون حلوة. يعني كيف بدي أقول لك، ما بدي مثلا نحن كان الكليب على اساس نصوره بالمغرب، بس حسيت انه انا ما عم بعمل شيء جديد ساعتها اذا عم بغني اغنيه مغربيه وعم بصورها بالمغرب، يعني ما صار شيء جديد للجمهور المغربي. فذاتس واي قررنا انه نعمل شيء هون، شيء بيشبهنا بس الاوديو هو عم بيكون مغربي. بتمنى هلا اكثر يعني ليتر اون اني اعمل بعد يعني اكسنتس ولكنات لكل بلد اكيد بيكون عندي فيها جمهور ومحبين. بالحديث عن الاغنية وعن الكليب، فادي اصر انه يظهر جسمه الرياضي ببعض المشاهد، الامر اللي خلينا نساله عن مدى تعلقه بالجيم وبالحياة الصحية. الناس بتفكر انه اذا واحد ريبت او واحد سيكس باكس او الى اخره بفكر انه نايم قايم بالجيم، بس هي القصة منا هيك. It's very more simpler than that. يعني كل اللي انت عليك تعمله اذا بتبلش 4 times a week 3 4 times a week even بتعطي maximum let's say 1 hour من نهارك، ما بتخيل انه ما حيكون عندك شيء اهم من انك to invest be the way you look بصحتك بجسمك بال all in all health. يعني تقضي 1 hour من اصل 24. so انا simply هذا الشيء عندي lifestyle، يعني هو ما في شيء اسمه دايت بيمشي، هي simply you need to create a lifestyle. هيدي بعدين later on رح نزل فيديوز احكي عنها باليوتيوب شانل تبعيتي. So you just simply need to create a lifestyle، وهي الحالة بتصير تجرك من عادة حسنة بتصير تجيب اختى العادة الحسنة اللي مثلها.
and so on بتصير تكر مثل المسبحة. ازاي نعماني خلاني في غرام وتالف يما رح كنزو دادا حياني وحيا ناري قلبي خاف قل امتاتو. بعيدا عن الغناء فادي ايضا عنده موهبة التمثيل وكنا شفنا بعدة اعمال بالسابق، فهل من عودة قريبة للشاشة؟ في نصوص ايه في نصين اكشلي بس ستيل يعني بدهم تشد سو دفنتلي مكمل بالتمثيل، مش انه حوقف تمثيل، وهذا شيء كمان بحبه لانه حلو تلعب دور كاركتر لفترة زمنية من الوقت، والاحلى من هيك انه الست كله والقصص يلي انت هالكاركتر تبقى عم بتعيشها، السات كله مع الكرو مع المخرج مع إلى آخره بيكونوا عم بيساعدوك لتعيش أكتر لهذه الحالة، سو أنت عم بتعيش كاركتير هو مش أنت لفترة معينة من الزمن. هذا الشيء كتير بحبه وكتير بيخليني أشوف أمور بحالي ما كنت بعرفها أو يمكن ما كنت إذا فيني أقول لك شايفها. سو ديفنتلي وي آر بلانينج لحتى نعمل شيء تمثيل قريبا، بس شو هو رح يكون إتس تو إيرلي لحتى أعلن عنه. في دور معين حابب تمثله؟ في كتير أدوار حبيب مثلا مش دور معين، دايماً بحب الأدوار يلي هي بتكون تشالنجينج بمحلات فيها غوص أكتر تجاه الكاركتير يلي أنت عم بتمثله لتستوعب هو ليش وصل لهالحالة المنتلي يلي عم يعمل فيها يلي هو عم يعمله بهيدي بشي اللي أنت عم بتمثله. سو بحبهم هول التشالنجز يلي بيخلوك تغوص أكتر بحالك وبالكاركتير يلي أنت عم بتحاول تجسده. إذا الدور انطلب منك تقص شعرك تعملها؟ ايه طبعاً. ما بتتخلى عن شعرك سلك قديه عم بتعبي فيه؟ لا مش صار لي قديه، أنا ليك أنا هيدي معروف فيها بين أصحابي، يعني أنا إذا بقص التنين الجيب بقى ربطن. سو ما عندي مشكل، شعري كتير بيطول بسرعة. سو I have no problem أني قص شعري أكيد إذا الدور بيتطلب definitely. بالختام فادي خبرنا عن تحضيراته الفنية للفترة القادمة. في actually في دانس تاني مع مو بيزي، ما بعرف إذا رح تكون مصرية ولا لبنانية، وفي كمان أغنية تانية روك، فمش عارف where to go بعد لهلأ actually، وهيدا اللي كنا عم نفكر فيه أنه لازم لأنه كنا نعمل ريليس هلأ by November، so hopefully تكون soon، بس أي وحدة بعد I have no idea. فادي اندراوس من الفنانين الشباب الموهوبين واللي بصروا دايما على تقديم نفسهم بشكل مختلف ومميز، على أمل نجاحه بدادا يكبر أكتر وأكتر ويكون التوفيق حليفه بأعماله القادمة. واهي أزن المقام في عيونك كر الحمام لسان حلف الكلام، وجداني أنا لعبت في نارك تبا جبت هالراسي بالفهمة شوفوا من حاليا.